Распуск! Один, два, три, четыре, пять. Я вас поздравляю! Прекрасный полуденный выстрел в честь сегодняшнего праздника. Праздник. Вас также, Владимир Владимирович, с праздником. Без двух пушек. Попали, Владимир Владимирович. Точно. Конечно. Здесь не промахнешься. Нет, все только так. Спасибо большое. Все удобно. بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. روسيا بتفكر دلوقتي أو بالفعل بتدرس تغيير العقيدة النووية الروسية. مش أمريكا بتشتغلنا وتقول لا ده احنا هنضرب أجزاء بسيطة ومش هنخش في العمق ولا نضرب موسكو ولا كذا، والعقيدة النووية بتقول إن أي تهديد وجودي لا ده احنا هنعدلها لكم. هنعدلها إزاي؟ ممكن أي صاروخ من أي دولة يخش المجال الجوي الروسي نرد عليه بالنووي، كل شيء وارد. مش بس كده، بوتين بيقول ايه؟ طالما موجود صواريخ فرط صوتية وطالما عندنا وعند الصين يبقى ملهاش لازمة حاملات الطائرات الامريكية، نقدر نضربها في 5 دقايق. والنهاردة ان شاء الله هنطلع بث مباشر هنتكلم عن موضوع القطاع. مش بس كده، في اخبار مهمة جدا من لبنان الحبيب، وفي اخبار مهمة جدا من السودان، وضيفنا بنتشرف بيه طبعا الاستاذ جوي. هنطلع مع بعض بعد هذه الحلقه في حلقه واحده بس النهارده، وهنطلع بعدها بث مباشر هنطول مع بعض هنتكلم على الحرب الروسيه الاوكرانيه والتطورات والمناورات في كوبا وفنزويلا، علاقه فنزويلا بحزب الله وعلاقه فنزويلا بايران، والشبكه الكبيره دي هنحاول نفنطها لكم كده ببساطه عشان تستوعبها. وبعدين هنخش في موضوع حزب الله، وبعدين هنخش في موضوع السودان ان روسيا هتزود السودان بطائرات زي ما هندي بعض الملامح النهارده. اما الفيديو اللي حضرتك شفته في المقدمه ده، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيطلق قذيفه مدفعيه، تمام. وعايز ابدا بقى بموضوع ده، يعني موضوع يهم 1.5 مليار مسلم. الفيديو اللي حضرتك شايفه ده ايه؟ ها طبعا انت شايف الفيديو ده، البيبان مكسره على الناس في قلب الاوض في قلب الفنادق. انا عايزك بس، انا هصدمك اقول لك دول مين، ومش الروس والداغستان ولا لا لا لا، ده للعرب والمسلمين ومن الجزائر ومن مصر، وبيحصل مع كل الناس للاسف. للاسف زي ما شايف قدام حضرتك، ايه ده؟ ده السلطات الامنيه بتخش تضرب على البلطجيه او الارهابيين او 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 تكسر عليهم الغرف عشان تاخدهم تقبض عليهم. لا معلش انا هزعلك، دول حجاج بيت الله الحرام. اتصدمت صح؟ انا كمان اتصدمت والله، اتصدمت وزعلان من امبارح، وقلت لازم اتكلم في الموضوع ده حتى لو فيها قطع رقبتي. قوات الامن السعوديه تداهم وتطرد حجاج روس، وانا بقول لك جزائريين ومصريين ومن كل الجنسيات، لانه مش مستهدف جنسيه. المستهدف ايه؟ هقول لك دلوقتي. الروس الداغستانيون الذين ذهبوا للحج واجهوا الاحتيال، هكذا هم يروجون. تأتي العديد من الشكاوى من المملكة العربية السعودية من الحجاج الداغستانيين الذين وثقوا في منظمي الرحلات السياحية عديم الضمير. أي كلام، أي كلام، أيا يكون السبب إيه، ما يصحش تعمل في حجاج بيت الله الحرام زي ما حضرتك شايف كده. ومن دخله كان آمنا. ما تعمل تعمل حفلات والنسوان بتقلع وتعمل في قلب منطقة العلا بتاع عرض أزياء، اشمعنى يعني؟ جت على حجاج بيت الله الحرام. السعودية أعلنت رقم كبير النهاردة السنة دي 2,200,000. نعم يا حبيبي، المسلمين داخلين على 1.5 مليار وانت بتحتفل لي ب2 مليون، يعني ان كل الجيل الموجود ده ناس هتعيش وهتموت وهي ما شافتش الكعبة؟ تشتغلونا ولا ايه؟ عيب عيب اللي بيحصل ده. انا اقول لك الموضوع ايه. الموضوع ببساطة ان الحكومات شبحة الناس، دبحاها دبحاها زي فلوس ملهاش اول من اخر. الحج بيقترب من مصر اقل حاجة خالص، اقل حاجة خالص اللي هو ب210,000 جنيه، يعني انت بتتكلم مثلا في 4-5 آلاف دولار. عشان ايه؟ عشان شوية تختاب بس. مين اللي معاه 500,000 ولا 300,000 ولا 200,000 اللي هو رايح درجة 10 عشان تطلع مرتاح محتاج لك يجي 10,000 دولار عشان تطلع مرتاح؟
مين اللي معاه 10,000 دولار؟ كل ده عشان تاخد شهادة اختام. فالناس لقت طريقة. طريقة ايه؟ في حاجة اسمها زيارة. زيارة سنوية، زيارة شخصية، زيارة مدتها 3 شهور، زيارة مدتها سنة، ايا يكون هي ايه. وانت بتطلع على حسابك او شركات السياحة بتنظمها وبتطلعك، فبيقف النص بالنص، بدل ما بتدفع 200 بتدفع 100، بدل ما بتدفع 400 بتدفع 200. انا بديك يعني على مصر مثال، يعني مثال صغير موجود هناك من الجزائر، وفي اهلنا وناسنا المتابعين للقناة الكرام بيكلموني هناك ومن قدام الكعبة طالعين نفس القصة. انا بقول لك دلوقتي بقى لهم اسبوع 10 ايام قاعدين، شفت الهربانين في قلب الغرف، الحكومة السعودية والشرطة السعودية بتخش تكسر الغرف عليهم وتاخدهم تعبيهم في الاوتوبيسات وترميهم في جدة. ايه يا جماعة في ايه؟ كل ده عشان فلوس؟ ما عندكم ربنا كريمكم، بتاخدوها بدون وجه حق ليه؟ راجل لقى فرصة يروح يحج، خلاص سيبه. انت اشتغل. اه تقول لي القانون ومش القانون، القانون ايه اللي يخليك تاخد من الناس الضعف؟ يا عم ماشي، راجل لقى طريقة وعرف يخش شرعي، مش داخل نطط من على السور، لا شرعي، انا داخل سياحة او داخل زيارة، فخلاص دخلت الكعبة او دخلت مكة. انت شغلك بقى برا مكة، امنع اللي يخش. انما ناس قاعدة بقى لها شهر ومحبوسة وبتروح زيارة كده خفيفة الكعبة، يشوفوها يصلوا ركعتين يعملوا عمرة خفيفة، وقالهم دلوقتي اسبوع ممنوع يخرجوا. ليه؟ عشان الشرطة السعودية عمالة تلف في قلب مكة وعاملة ارهاب 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 حرفيا للحجاج. لا يا جماعة ما يصحش كده، عيب يا جماعة، عيب، ربنا كرمكم من فضله. وبعدين تعالى قول لي انت بتاخد فلوس الحج دي، ده ده ده, ده السياحة ملهاش فلوس، ملهاش اول من اخر، فين التطوير اللي بتعمله؟ بقول لك لا، انا عايز 50 مليون يحجوا كل سنة، وكل 20 سنة تزودهم لي 50. ايوه انا عايز المليار ونص كلهم يحجوا، ما هو ده دورك. انما من المليار ونص تقول لي 2.5 مليون ولا ما حصلوش، ده 2,200,000. لا يا حبيبي اعمل توسعة بقى، وخد المكة كلها اعملها للحرم، المشكلة يعني. انما اللي يحصل للترهيب ده، فشوف الفيديو تاني وازعل. ده الفيديو متسرب من روسيا زي ما ظهر قدام حضرتك. ايه المنظر ده؟ ارهابيين هم ولا ده؟ ناس راحت حج يا جماعه، و90% من الحجاج كلنا، 90% من الحجاج كلنا عارفين انهم ناس كبيره في السن. معلش انا هضيع لكم الحلقه في الموضوع ده، بس الموضوع ده زعلني قوي لما شفت الفيديو، يعني قتلني من جوه. ايه المنظر ده؟ ليه يعني؟ عشان ايه؟ بمام مكسره وايه ايه ليه يعني؟ هم بلطجيه ولا ارهابيين ولا حرامية؟ ده ناس راحة تحج، ناس راحة بتقول لبيك اللهم لبيك ومن دخله كان آمنا. عيب يا جماعة، ما يصحش والله، عيب. عايزين نشوف الفيديو اللي جاي ده، عايزين نشوف المناظر دي كتير. اشغلك فيديو دلوقتي لفرحة حجاج مصريين فرحانين، ايا كان تحفظك على طريقة الفرحة بتاعتهم، بس عايزين نشوف المناظر دي، مش عايزين نشوف مناظر تكسير البيبان في قلب الفنادق عشان تطلع الناس اللي راحة تحج. لا سرقت فرصة يا عم، اشتغل بره مكة. انما اللي دخل خلاص ما تروحش تعمل المنظر ده، عيب ما يصحش. هسيبكم مع فيديو كده لفرحة حجاج مصريين ونبدأ حلقتنا مع بعض. زي ما حضرتك سمعت، الكرملين لا يمكن للولايات المتحدة ان تكون قطب القوة الوحيد في العالم. دمتري بيسكوف طلع تصريح وقال امريكا اصلا ما ينفعش تسيطر على العالم. ليه؟ لان سيطرتها، وبوتين قال كده، امريكا بتكسر كل القدرات العظيمه، او قدرات اللي مخليها امريكا عظيمه، اللي هو الدولار عماله تفرض عقوبات على ده، واحنا خلاص بدانا نتخلص منه احنا والصين في التعاملات التجاريه، وثابت الاقتصاد وهيمنه الاقتصاد بقت في ايد الصين، واحنا بقينا متفوقين عليها في السلاح، فبتقعد مسيطره على العالم ليه؟ كلام منطقي ولا مش منطقي؟ رئيس بوتين: روسيا لا تقوم حتى الان بتزويد الدول التي تتعرض للضغوط بأسلحة بعيدة المدى، لكنها تحتفظ بهذا الحق. وقال كمان احنا ما بنروجش الأسلحة النووية، واحنا مش هننشر الأسلحة النووية، واستخدام روسيا للأسلحة النووية ممكن فقط في حالات استثنائية، وهذه الحالات لم تحدث حتى الآن. يعني بيهد الدنيا برضه. بس في أخبار طالعة انه بالفعل زود، مش بصواريخ بعيدة المدى، انما بدأ يزود حاجات كانت خاملة، اللعبة كلها في ايد امريكا، هو مش لا دلوقتي هيبدأ يزود. روسيا لا تروج للأسلحة النووية، برضو بوتي. وبعدين بيسخر كده من أمريكا الهيمنة بقى، والجيش الأمريكي أفضل جيش على مستوى العالم والقصة دي.
بقول مع وجود صواريخ فرط صوتية لدى روسيا والصين فإن حاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية لا أهمية لها حرفيا. انت ما عندكش أنظمة الدفاع الجوي تصد ده، فانت عامل لي بقى حاملات طائرات وعليها 500 طيارة صاروخين ثلاثة هيروخشوا يسووها يغرقوها في قلب المحيط بس خلاص حرفيا. كلام ما فيهوش مثلا لا ده واحد زائد واحد يساوي اتنين على طول. اللحظة التي يصبح فيها استخدام الأسلحة النووية ممكنا لم يأتي بعد، وآمل ألا تأتي أبدا. لسه طبعا في منتدى سان بطرسبورغ. وقال كمان العقيدة العسكرية الروسية، الغرب بيعمل ايه؟ انت ملتزم بواحد اتنين تلاتة، انا هلعب على الكلام ده. العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح باستخدام الأسلحة النووية الا في حالات وجود خطر على وجود بلادنا. هي دي اللي امريكا، لا ده احنا بنضرب الحدود، ده احنا هنضرب كورسك، ده احنا. وبالفعل النهارده تم قصف مطار تمام على بعد 100 كيلو من الحدود الاوكرانيه الروسيه. هنبدا بقى نخش شويه شويه شويه. فبوتين قال لهم قد ندخل تعديلات على عقيده استخدامنا للاسلحه النوويه وقت الضروره. هنعدل لك يعني الموضوع صعب، اعمل تعديل على العقيده النوويه، اي صاروخ يطلع او يخترق اجواءنا هنرد على الدوله المصنعه والدوله اللي ضربه بالنووي بس خلاص. خلصت. انتوا فكروا تلعبوا علينا؟ بوتين صح لهم. روسيا سترد على تصريحات الولايات المتحدة بشأن زيادة ترساناتها النووية وفقا لعقيدتها النووية. امريكا بتقول احنا هنزود نشر اسلحة نووية، وجبت لك في الحلقة الماضية انها بدأت ايه تشتغل على تطوير الاسلحة النووية. الاسئلة حول سبب حاجة الولايات المتحدة الى زيادة القدرات النووية يجب ان تطرح على البيت الابيض من قبل جمهوره. انت بتطور ليه وبتحدث ليه وبتزود قدراتك ليه وعايز تنشر اسلحه نوويه بره ليه بالزياده؟ المفروض الشعب يبدا يسال على الكلام ده. بوتين برضو بيقول لسنا بحاجه او ليست هناك حاجه للقيام بتعبئه جديده، نحن لا نخطط لها. جاء اكثر من 300 الف شخص الى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري ووقعوا عقدا في العام الماضي. هذا العام بالفعل اكثر من 160 الف. احنا مش محتاجين نعمل تعبئه. السنة اللي فاتت جه 300 ألف وقعوا عقود معانا لوحده، السنة دي 160 ألف. مش محتاج أعمل تعبئة لأن في فلوس كتير. ده عاملين دلوقتي مبلغ كبير على إسقاط الطائرات، أول طائرة هتخش بطائرات F-16. الرئيس بوتين الولايات المتحدة مدينة للاقتصاد العالمي بمبلغ 54.3 تريليون دولار، وهو مبلغ غير مدعوم بشيء. اللي هو إيه؟ أنت الدولار بتاعك مدعوم بإيه؟ أنت عمال تطبع وخلاص، ده هي ورقة تمن الحبر. مدعوم بالذهب ولا مدعوم بايه؟ مش مدعوم باي حاجه. فبالتالي انت مديون لنا ب 54.3 تريليون دولار. الرئيس بوتين بيواجه الايه؟ الهيمنه وبيسقط الهاله بتاعه امريكا. طيب في كلام بيتردد بقوه واتكلمنا عنه في حلقه الامس، مش كلام ده واقع. روسيا بالفعل بدات تبني القاعده العسكريه بتاعتها في بورت السودان. الكلام بقى اللي بيتقال ان روسيا بالتالي هتبقى فيه طيارات. الطيارات دي ايه اللي هيحصل؟ هديك مثال بسيط. ليه لحد دلوقتي، ليه حتى هذه اللحظة المغضوب عليهم ما ضربتش بشار او قتلته او حاولت تغيير النظام في سوريا؟ ليه ما عملتش كده؟ ليه امريكا ما دعمتش المعارضة عشان تسقط بشار؟ ليه؟ لان روسيا طرف، روسيا دخلة في الموضوع. فعشان كده ايه عفتاح البرهان جاب مين؟ جاب الروس. فالروس هيبقى فيه طيارات، فالطيارات هتضرب مين؟ الدعم السريع، ويتعمل لهم خطوط حمراء، ممنوع تعدي هنا، ممنوع طياراتك تضرب هنا، ممنوع قواتك تخش هنا، هتخش هتنضرب. يعني روسيا دخلت ايه؟ لا يفل الحديد الا الحديد. وصل نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الى النيجر. ملاحظ معايا؟ النيجر. وفي 7 يونيو استقبل رئيس المجلس العسكري النيجيري عبد الرحمن شيباني، النيجيري من النيجر مش نيجيريا، في نيامي نائب رئيس المجلس السيادي السوداني نائب القائد الاعلى او القائد العام للقوات المسلحة السودانية كباشي او شمس الدين كباشي. ده صقر من صقور القوات المسلحة السودانية. تمام؟ مش بس كده، وصل شمس الدين كباشي برضو المالي، النيجر ومالي اللي هما مين؟ روسيا. فاحنا هنبقى الطرف معاكم احنا كمان. ما هي روسيا جاية عندنا، لا يفل الحديد الا الحديد. الموضوع منتهي. نيجر عايزة تطرد امريكا، هات روسيا دخلها في نفس القاعدة، خلاص امريكا تهرب. امريكا دلوقتي بتلعب في البعض يقول لي ده الدعم السريع اللي مدعوم من روسيا. لا، ده كانت علاقات حوالين الذهب بس ما بين قوات فاغنر وما بين الدعم السريع حوالين المناجم.
انما السياسه شيء تاني خالص، ده دي مصالح اقتصاديه، انما السياسه شيء تاني خالص. القياده السياسيه في السودان اللي هو عبد الفتاح البرهان الشرعي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبوتين مع اللي معاه الايه الشرعيه، هخش هروح هدعم. انما التانيين ما انا قلت لك السياسه ما فيهاش، ممكن ابقى متفق في ملف وممكن ابقى مختلف معاك في ملف تاني. رئيس اللجنه العسكريه الحلف الناتو راب باور بيقول ايه؟ ليس لدى الناتو اليوم قوات على اراضي اوكرانيا ولا توجد لديه خطط لارسالها الى هناك. لا يتوقع مناقشات في القمه المقبله في واشنطن حول معايير وتوقيت دخول اوكرانيا الى الحلف، مفيش الكلام ده خالص. الدول الاعضاء بالحلف لم تشهد حاليا تغيرات بجاهزيه القوات النوويه الروسيه ولا تنوي تغيير جاهزيتها. تمام؟ السناتور أليكسي بيشكوف بيقول الحرب بين حلف الناتو وروسيا ستؤدي بالتأكيد إلى صراع نووي. الموضوع ما فيهوش هزار، الموضوع ما فيهوش هزار. ولسه متابعين معكم الأخبار دي لحظة بلحظة. بس يا سيدي شكرا، نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. انتظروا البث المباشر، هيبقى ممتع ومسك ملفات كتير، على رأسها طبعا الحرب الروسية الأوكرانية، وهنعرج على موضوع حزب الله، وهنعرج على السودان، وهنعرج على تحرير الأربع أسرى اللي عملتهم النهاردة المغضوب عليهم مع الدعم الأمريكي. وزي ما قلت بالحرف الواحد الايه الممر أو الميناء العائم ده أمريكا عاملاه عشان تزود المغضوب عليهم، والنهاردة طلعوا الرهائن أو طلعوا المحتجزين أو طلعوا الأسرى عن طريق زي ما توقعنا بالحرف الواحد. انتظرونا في البث المباشر. بس يا سيدي شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم مع ابراهيم الشراوي. شكرا.